أنا اسمي سجى شرف، عمري 10 سنوات، ساكنة بتل الرميدة. لا، لأنه بكونوا الجيش قاعدين بالشارع، وبكونوا المستوطنين يعني قاعدين برضه بالشارع، ما بنعرفش يعني نتحرك من بلدنا، وكل معاهم غاز. أنا أصحابي بيجوش يزوروني، وأنا بزورش أصحابي، لأنه الجيش بمنعهم إنهم يطلعوا عن الحاجز أو يفوتوا من الحاجز، وأنا كأني زي الوحيدة بالبيت، وفيش حدا بيلعب معي ولا حدا يسلمني. زي السجن بكونوا حاطين على الشبابيك، شبك، وما يعني بعرفش يعني إني أروح. لما أطلع على المدرسة ماما وبابا بخاف علي يطلعوني، وبطلع مع مجموعة عشان ماما وبابا ما يخاف علي. لما أروح على المدرسة أعدي من جنب الجيش، بخاف، بغمض عيني لما أعدي، وبقدسوا السلاح علينا، فكرونا إنه معنا شي سكين.